وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الرياض وعلى الهواء مباشرة المحلل السياسي والعسكري العميد متقاعد حسن الشهري. سعادة العميد، كيف تصفون تكرار التعرض لطائرة مدنية وللمرة الثانية في يوم واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أهلا أولا وسهلا. لابد التأكيد أنه مثل هذا العمل كعمل طيران هي رحلة دولية مجدولة مستوفية كل شروط الملاحة، لكن يبدو أنه نظام الحمدين يريد إعادة تأهيل أزمته التي تناستها فيما يبدو لي الدول الأربع التي قاطعته في خلال الأشهر الماضية. فهي ادعت قبل شهر أن هناك مقاتلة إماراتية اخترقت الأجواء، نعم، ولما فشل هذا الادعاء اشتعلت هذه الأزمة ولمرتين في يوم واحد. نعم. إذن أنا أعتقد أيضا في التهديد الجيوسياسي في المنطقة هناك ثلاثة مراكز، طهران وأنقرة والدوحة، وهم يتبادلون الأدوار الآن. فإيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج والبحر الأحمر من خلال ميليشياتها في اليمن، وأيضا أنقرة تهدد الملاحة الدولية أيضا في البحر الأحمر من خلال جزيرة سواكن، وتنظيم الحمدين الآن يهدد سلامة الملاحة الجوية في الخليج. وهذا الأمر يعتبر تهديد جيوسياسي ليس للإقليم ولكن للملاحة الدولية بشكل كامل. نعم. إذن من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد متقاعد حسن الشهري، شكرا جزيلا لك.